في عالم التواصل الاجتماعي المزدحم بمختلف أنواع المحتوى، ظهرت صانعة محتوى متميزة يقوم محتواها على الوظائف والتوظيف، وبفضل خبرتها الكبيرة تقدم نصائح للباحثين عن عمل حول كيفية تحسين سيرهم الذاتية والاستعداد للمقابلات، بالإضافة إلى تطوير المهارات المهنية. كيف تتوظف باستخدام الـ AI؟ أولاً Indeed، من خلال هالثلاث مواقع. أولاً Indeed، موقع مشهور بيستخدم الـ AI ليوفر لك الوظيفة المناسبة لمتطلباتك ومهاراتك. الموقع الثاني هو Glassdoor. كل اللي عليك الموقع الثاني اسمه Glassdoor. كل اللي عليك انك بتكتب مهاراتك وخبراتك، والموقع بيستخدم الـ AI حتى يبعث لك افضل الوظائف المناسبة لك. اما الموقع الثالث فهو LinkedIn. LinkedIn هو المدعم بالـ AI حتى يجيب لك الوظيفة المناسبة لمهاراتك، بالإضافة يرشح لك الناس المختصة بالتعيين. الـ AI رح يحلل لك مشكلة الانترفيو. منعيد لأنه بطيء. تخيل إنه الـ AI رح يحلل لك مشكلة الانترفيو. موقع أدزونا هو موقع وظائف مثل LinkedIn بس معروف أكثر بلندن وأستراليا. يلا نايل، كان صح. المهم مؤخراً تم إضافة أداة. المهم مؤخراً تم إضافة أداة لتجهيز المقابلات باستخدام الذكاء الاصطناعي، واسم هاي الأداة Prepper. بالأول أنت بتختار نوع المقابلة، هل بدك إياها سهلة أو صعبة أو صعبة كتير، وبتختار طبعاً وظيفتك والشركة اللي رح تعمل فيها الانترفيو، والأداة تعطيك الأسئلة وأنت بتجاوب، وكمان بتوفر لك الردود المناسبة لهالأسئلة. تخيلوا بأول عشر، يلا تخيلوا بأول عشر أيام من إطلاق هاي الأداة أكثر من 2000 مستخدم استخدموها، فخليك واحد من هالألفين وتخلص من عقدة الانترفيو. راما مهنا، صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، صبحت الله بالخير ومرحبا بك. صباح الخير، تسلمين، شكرا انتي على استضافة. نحن سعيدين بوجودك يا راما. في البداية يا راما، انت اخترتي ان يكون لك وجود وتواجد كبير وحيوي على منصات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال محتوى مختص جدا يدور ويتمركز حول الوظائف والتوظيف. خبرينا عن هذه الرحلة. طبعا هي رحلة رائعة ولكن شوي فيها تحديات، كونك انه انت فعلا الوحيده اللي ممكن عم تقدمي شيء نوعا ما جاد، فكيف بدك تكسري هالجديه عن الوظائف والتوظيف بفيديوهات تكون مع عم تقدم اضافه للمتلقي، وبنفس الوقت بطريقه شوي خلينا نقول فاني او قريبه للمشاهد. فالحمد لله انا لاني من باك جراوند خلينا نقول اعلاميه وصانعه محتوى، فدرس اعلام، اشتغلت بمجال الاعلام كمذيعه، فبآمن إنه لازم المذيع يكون عنده رسالة، حتى لو هو على السوشيال ميديا يكون عنده رسالة هادفة، فحولت الإعلام على السوشيال ميديا بطريقة هادفة. رائع. بالإضافة لنوع وكم المحتوى الذي تقدمينه من خلال صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي، أنت كذلك تقومين بنشر الفرص للناس من خلال الإعلان عن الوظائف الشاغرة في دولة الإمارات. خبرينا عن هذا الجانب. أكيد، هلأ أنا كوني هون كمان عايشة 35 سنة بالإمارات، فأكيد بنشر وظائف للإماراتيين والمقيمين في دولة الإمارات، حريصة صراحة أنه يومياً بشكل يومي يكون في وظائف جديدة عم تنطرح للباحثين عن عمل، فيعني هذا شيء جداً رائع ودائماً بركز عليه. رائع. برأيك راما، يعني شو هي أهم الأشياء اللي لابد أن يرتكز عليها الباحثين عن عمل في دولة الإمارات؟ أكيد المفروض يكونوا يعني جاهزين أول شيء لهذا الميدان، ميدان العمل، بالنسبة للسي في، للسيرة الذاتية، بالنسبة للمهارات، دائما يكون في، بقول إنه تعليم مستمر، يعني حب التعلم حتى لو شيء جديد. نعم. بالإضافة لأكيد السعي، يعني ما نقول إنه خلاص أنا رح تجيني الفرصة وأقعد، لا، لازم يكون في سعي مستمر لحتى أكيد يكون عندك الفرصة اللي أنت تستهليها وبتحلمي فيها. يعني كلامك درر يا راما. أنا بعد حابة أعرف، وأكيد المشاهدين حابين يعرفون، كيف يمكن تحسين فرص النجاح في الحصول على وظيفة من خلال بالتوازي استخدام منصات التواصل الاجتماعي، يمكن للتسويق عن نفسك، أكيد للتسويق عن مهاراتك. صحيح.
هلا بالآونة الأخيرة أكيد كل شيء صار على السوشيال ميديا، يعني حتى أنا بتذكر في وظيفة أخذتها بس لأنه مدير شافني على السوشيال ميديا فقال لي تعالي بدنا نوظفك. فشوفي قد ايه السوشيال ميديا كتير مهمة، فلازم يعني شو ما كان وظيفتك، بحس شو ما كان وظيفتك لازم تكون على منصات التواصل الاجتماعي، تختاري منصة من المنصات عنا كتير اللي بتناسبك، سواء كنتي طبيبة سواء كنتي مذيعة، وأنا على فكرة كتير بتابعك وبحب محتواك عن الألوان، فكتير بحب هذا المحتوى، فمو ضروري كمان يكون كتير ريليتد لعملك، ولكن لازم تكوني متواجدة لحتى فعلا يكون إليك صدى وناس فعلا تشوفك يكون إليك هيك بصمة يعني. صحيح. بالنسبة ل يمكن هذه نقطة جدا مهمة ومحورية، الأشياء التي يجب مراعاتها والأساسيات عند التفاوض على الراتب أو المزايا الوظيفية، شو الأشياء اللي لازم نراعيها؟ هذا السؤال يوهق. يعني أنا حتى لما أروح على سير على الوظيفة على المقابلة، أول ما حدا يسألني راما شو بدك راتب، واحد بتردد. هلأ دائما هذا السؤال ما نعطي فيه جواب، دائما الجواب المثالي لهذا السؤال انه كم بدك الراتب، بتقولي انه بناء على خبراتي وبناء على المهارات اللي الوصف الوظيفي او التاسك، المهارات اللي انا لازم انا اعملها بالوظيفه، انتم ممكن تقدروا الراتب. طبعا انت بتكوني عارفه انه رينج الراتب مثلا لمذيعه للمونتير للمصور اللي هو، لحتى يكون عندك فكرة مسبقة. هلأ إذا أصروا كتير ممكن تحددي رقم، ولكن ما يكون رقم يعني مثلا تقولي مثلا أكثر من 20 أكثر من 15، يعني ما تكوني برقم محدد واحد. يعني أفضل حل أنه يعطون يعني رينج أيوة من كذا من إلى كذا لكذا. والمفاوضة كيف تصير بطريقة بروفيشنال؟ المفاوضة تكون بناء على يعني أنت بتقولي مثلا تحكي مع الـ HR بناء على خبرات اللي أنتوا شايفينها، أنا عندي مثلا خبرة 10 سنوات، بناء على المهام المطلوبة مني، فأنتوا برأيكم شو الراتب الأنسب؟ فأنت مثل كأنه أنت عم تجاوب بس بطريقة غير مباشرة، خليه هو يجاوب. رائع. أنا عندي فضول يا راما، شو أكثر أسئلة تنسألينها من المتابعين؟ في كتير أسئلة. هلأ أكثر سؤال بسأله صراحة سؤال مكرر، الناس اللي خارج الإمارات بيفكروا أنه هن بيقدروا فوراً يجوا بعقد عمل شو ما كان شهادتك العلمية، وهذا الشيء خاطئ. لازم تجي على الإمارات وتدور بنفسك تكون حاضر على أرض الدولة أكيد، وتسير حق المنظمات أو المؤسسات أو الجهات صحيح، لأنه كل دولة بحس عفوا أنه إلها نظامها يعني معين، فما فيك أنت تكون باني تصور معين وفكرة صحيح تكون مغايرة أو فيها يعني نوع من أنواع الخطأ خلينا نقول. فأنت بتجي هون بنفسك بتبحث وبتدور وتشوف الناس كيف تحكي كيف بتلبس، الإنجليش مهم في كتير أشياء، يعني ناس ممكن تجي هون تنصدم إنه لازم تشتغل عليها. بعدين أكيد يعني الإمارات دائما بقول هي بلد الفرص، بلد الفرص. أنا هذا أنت سبقتيني. يعني إلى أي مدى تشعرين أن دولة الإمارات هي بيئة حاضنة لكل صناع المحتوى، لكل المبدعين من جميع أنحاء المعمورة نفس ما يقولون؟ إلى أي مدى أعطت دبي التولز أنك تبدعين ويعني تبحرين في مجال الإبداع؟ يعني جدا هذا السؤال حتى بخليني تخيلي أبكي، يعني قد ما أنا كثير بحب هاي البلد اللي هي معطاءة، اللي هي وفرت حتى للمبدعين إقامة ذهبية 10 سنوات، يعني شو بدك أحلى من هيك؟ فقديش يعني هاي البلد فعلا حاضنة، بيئة خصبة رائعة جدا لاستقطاب كل المواهب لحتى يجوا على أرضها، وبس أنتوا ابدوا، يعني نحن موفرين لكم كل شيء، ابدوا. حتى في أماكن مخصصة من شيوخنا الله يحفظهم سواء بعدة إمارات بالدولة مخصصة، هي بس فري يعني مجانا كاملة، مساحات مخصصة للتصوير للمونتاج للسكريبت لتكتبي إعداد أي نص بدك إياه. فقديش هالبلد حاضنة يعني، وإن شاء الله نقدر نوفي أو نعطيها حقها مثل ما هي كمان عم تعطينا. دومتش مبدعة يا راما. أنا بعد حابة يعني أتطرق إلى زاوية جدا مهمة، أن أنت ياسة تناقشين موضوع جاد اللي هو صحيح. موضوع التوظيف والوظائف والوظائف الشاغرة، لكنك قدرتي من خلال أسلوبك البسيط والمسلي حسينا أن في قالب ترفيهي في الموضوع، كيف قدرتي تمسكين العصا من الوسط؟ وشو نصيحتك لصناع المحتوى؟
هو دائما صانع المحتوى اللي شوي بيكون خلينا نقول قريب على القلب فيه وشوي حس كوميدي بحس بيوصل يعني، فما بالك موضوع جامد، فلازم يعني مضطرة أني كمان أكسره شوي لحتى الناس في كتير بيقولوا لي أنه خلص أنا ممكن لاقي وظيفة وأعمل لك أنفولو، معناه هنا ممكن في ناس بيعملوا لي فولو لحتى يبحثوا عن وظيفة، بس كيف بدي خليهم حاضرين ولسه ما شايلين الفولو بأنه أنا لساعتني باستمرار عم بعطيهم معلومات وظيفية بقالب كوميدي بقالب خفيف ممكن أحكيهم بلغة مثل ما بيقولوا لغة الشارع قريب منهم. واللي لاحظت ما شاء الله يا راما أنك متتبعة لكل جديد صح. إذ أنك وظفتي وقدرتي أنك تعلمين المشاهدين كيف يوظفون الـ AI في تحسين سيرهم الذاتية في حصولهم على وظيفة. أكيد أكيد. هل تحسين يا راما أن متابعينك قدروا أن يحسنون ويصقلون من مهاراتهم أكيد. ويبنون مستقبل ناجح، وكيف لامستي هذا الشيء؟ أكيد من الرسائل اللي بتوصلني على الخاص كثير بيشكروني، كثير بيقولوا لي إنه نحن كنا يعني عنا فكرة مثلا معينة أنت غيرتيها سواء بكتابة السي في، وفي أخطاء كثير فادحة بتوصلني سواء باللبس سواء بالشكل، فيعني بشوف من خلال الرسائل كمية الحمد لله الشكر يعني اللي بتوصلني يعني أنا ممتنة. إذا أنت لستي فقط صانعة محتوى يا راما وإنما مؤثرة. أكيد مؤثرة ويعني غيرتي يمكن حياة وايد ناس. صحيح. أكيد. فهذا شيء رائع وملهم بنفس الوقت. الحمد لله. طموحك المستقبل يا راما ما هو؟ والله أنا بتمنى أنه راما جوبس تتحول لأكاديمية، لأنه عندي كتير أفكار من لما شخص يكون باحث عن عمل من أول خطوة خلينا نقول لحد ما يكبر ويترقى ويترقى عفوا وحتى يرجع يغير عمله، فعندي كتير أفكار لكل شيء، فبتمنى تتحول لهيك شركة فعلا أبليكيشن أو أكاديمية راما جوبس. موفقة يا راما وبعد سنين بيلك حاملة الورد، أبارك لك على افتتاحية الأكاديمية إن شاء الله. يا رب. شكرا يا راما مهنا صانعة محتوى، شكرا على تواجدك معنا. كان حديث جدا شيق وملهم، ونعود بالفقرات إلى الزميل مهران. قبل ما تعودوا لي ساري، اللي ما بتعرفي يمكن عن راما أنا بعرفها من فترة وهي إعلامية كانت زميلة لنا، وهي أنا سعيد جدا أنك خطي هذا المجال راما، مجال مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه أنت عم تظهري الوجه الآخر لمواقع التواصل الاجتماعي، الوجه الجميل فعلا، وهذا شيء يسعدني جدا. ولكن عندي سؤال لك، كيف استطعتي نفسيا أنك تتقبلي فكرة الانتقال من ربما التلفزيون، العمل في مجال التلفزيون والإعلامي، إلى مواقع التواصل الاجتماعي؟ مثل ما ذكرنا قبل شوي اللي هو لازم تكون حاضر على منصات التواصل الاجتماعي، فإذا أنت كنت مذيع مثلا بالواقع ممكن على السوشيال ميديا ما رح تضل دائما مذيع، ممكن يكون عندك منصة أو خلينا نقول موضوع أنت ممكن بتحب تقدمه، فلهيك أنه أنا وظفت مهاراتي بالإلقاء حتى معلقة صوتية بأكثر من لهجة بسبع لهجات، فحتى كمان ممكن وظف هذا الشيء من خلال موضوع هادف للمشاهدين. الحق على سالي لازم اختبرتك باللهجات السبعة. يلا قول انتقلي لمهران بعدد من اللهجات، شو رأيك؟ والحين بننتقل لزميلنا مهران ونشوف الفقرة الجاية. هاي لهجة؟ هاي لهجة الإماراتية. إماراتي. لهجة تانية طيب. هلأ بدنا نشوف مهران شو راح يقدم لنا بفقرة، الفقرة التانية أو التالية معه. خلنا نروح. طب بتعرفي تونسي؟ لا صعب. طيب نمشي وقولي نمشي إلى مهران. أب أشكرك كتير، شكرا لوجودك معنا. شكرا. وشكرا سالي على هاي الفقرة. شكرا مهران. شكرا سالي. أما الآن مشاهدينا سننتقل إلى فاصل قصير ونعود نستكمل دبي هذا الصباح، ابقوا معنا.